هنالك شخصية من الشخصيات المحبة والمتألقة في سماء المحبة، هو سيدي صالح الجعفري. طبعا يعني نور هو وصل مشترك كده، سيدي صالح التعليم الجعفري عجيب. والتأسيس وكذا، هو أزهري صحيح، وكذلك جمع بين المدارس الحبية كلها، فالشيخ الله صالح الله. أعتقد يوصلنا وهو متاح له أيضا. سلام، يلا يا سيدي، أي شوف هتشنف أسمعنا إيه بقى حاجة من كلام سيدي صالح رضي الله عنه. رضي الله عنه، رضي الله عنه. حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت يوما لموسى المراضع. الله ان شاء الله. لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. يا ساداتي لا تبعدوا الله الله عني، فإني ابنكم الله الله، أرجو الرضا يا ساداتي الله الله، من فضل ربي عندكم الله الله. يا أهل ودي إنني الله الله، في مصركم بجواركم الله الله، نعم الجوار جواركم الله الله، في دار خلد إنكم الله الله، جنات عدن زخرفة الله الله، من أجلكم لخلودكم الله الله، أهل المودة أنتم الله الله، جبريل جاء لجدكم الله الله، الله شرف بيتكم الله الله، في الذكر يتلى طهركم الله الله، حاشا أضيع وإنني الله الله، محسوبكم في داركم الله الله، حاشا أضام وإنني الله الله، محسوبكم في جاهكم الله الله، إن كنت عبدا مذنبا الله الله، فالعفو كان لجدكم. الله الله، جزاك الله خيرا، أحسنت يا شيخ محمود.